السلام عليكم. حقيقة المختبرات كتبقى مزاولة العمل ديالها باستمرارية في شهر رمضان، ما كاينش فرق من شهر فطور، تحياد الدم والتحاليل والعناية بصحة الواحد والكونترول ديال النسبة ديال السكريات وديال الغدات والهرمونات في الدم، كل شيء هادشي خصو يبقى مستمر باش الأدوية تبقى كتخاد في النطاق زعما اكيليبري متوازن مع الذات ديال الواحد. دونك لا بد زعما الواحد يخمم الا كانت واجب يدير التحليله في رمضان يديرها عاديه، ما عنده حتى شي عواقب سلبيه على الصحه ديالو. وحنا زعما في مختبر لابو ماكر زدنا ان سيرفيس بالليل، معناتها بانه بعض التحليلات كتبغي تدار من بعد الاكل بحال التجاوب مع السكريات ومع واحد عدد التحليلات بحال التحليل المني في حاله سميتو البحث عند زعما اسباب العقم. وكاين عاوتاني المشاكل ديال الميم تلقيح اصطناعي ولا شي حاجه يمكننا نديروها بالليل، ما عندناش مشكل. كاين واحد استمراريه في السيرفيس ديال لابو ماك بعد الفطور هذا واللي غنقول لك بان التحليلات ما هما زعما اخذ الدم سحب الدم من اليد ما هي لا حرام ولا مكروه. خص الواحد يعالج صحته وهو صايم، ما كاينش مشكل. القرار ديال الصوم او ما عدم الصوم كيرجع للطبيب، والطبيب كيكون عارف الملف ديال السيد ولا ديال السيده، واش سكري، واش ضغط دموي مرتفع، واش خصو ياخذ الادويه في وسط النهار. هذوك مساله كترجع للطبيب اللي كيعاني بالصحه ديال السيد والسيده. ولكن رمضان ما خصوش يزعم الواحد يقول ندير هاد التحليله خليه حتى يدوز رمضان، لا، يديرها ويعالج الادويه اللي كياخذ وينقص ويزيد ويشوف مع الطبيب شنو خصو يدار باش من بعد رمضان يبقى على صحة جيدة، ماشي داكشي يتضاعف ويولي عاوتاني صعيب في العلاج. التحليلات اللي كيخصها تدار من بعد الأكل بحال تجاوب الذات مع السكريات، ونشوفوا حتى من مستوى كيطلع السكريات، لأن بعض الحالات ديال هذاك الديابيت هذاك مرض السكري ما كيبانش، حتى كيكون بعد الاكل كيبان بانه تجاوب ماشي مزيان ديال الذات مع السكر. وقت ما يرجع للطبيعه من بعد واحد الوقت كيرجع للطبيعه من بعد واحد الوقت طول، ولهذا كيكون واحد الريجيم مستحب لهذاك الناس باش ما يطيحوش في مشكل ديال مرض سكري مزمن اللي غادي عنده يكون عنده عواقب على العينين وعلى الضغط الدموي وعلى الكليتين وما يلي. دونك هذا الشيء علاش كاين استمراريه حقيقه، وكاين تحليلات اللي متعلقه بالخصوبه وتحليل المني والاخصاب الخارجي اللي بعد الزوجين كطيح لهم الاباضه في رمضان، كنديروها داك الافراز الاباضه باش تطيح في الليل، وكنا نخصبوا المني في الليل ونعطيوه للطبيب باش يحطوا في الرحيم في الليل مع التسعود ولا شي حاجه. كنعملوها بصفه زعما حرام نوقفوا العمل ونقصوا من الحدود الناس في التجاوز، زعما في حدود اولا في الصحه ديالهم، والحدود في اللي راغبين في الحمل، الحدود في اللي كيطيح لهم الاباضه في وسط رمضان. الكوفيد حتى الكوفيد عندنا فيه استمراريه، كان حتى في الليل كاين الناس دابا حيت مستحب واحد الناس كيبغيو يسافروا بكري في الصباح وعندهم سفرات ولا هذا، درنا واحد بحال نقولوا واحد استمراريه في البي سي ار في الليل، كنعملوا اون سيري في الليل كنديروها اللي عنده شي صفر بكري في الغدا كيبعد على الاقل نعطوه النتيجه ديالو قبل 11 الليل. هذا الشيء ديال كوفيد ماشي حنا نلقاو اقبال، كان طلب في واحد في اوائل السنه في داك يناير، ومن بعد هبط بصفه سميتها وطنيه، لاحظتها نشوفوا غير في البوابه ديال الكوفيد ديال الدوله، تلقى بان الناس اللي كيديروا التحليله كينقصوا دابا كاين واحد شويه ديال الخطر، كيقولوا خص الواحد يحضر، لان هادشي علاش شد البلاد ديالنا شدات الحدود، لان كاين خطر كبير ديال هاد الفاريون اونكلي
سلالة إنجليزية وما يليها، بأنه كاينين كل هذا. إلا دخلت البلاد غادي يعاوتاني غيتفحش داك الشيء. ولهذا الحمد لله المسائل دابا زعما ميتريزي، مسيطرين عليها السلطات. ولكن إلا تراخينا راه غادي يكون شي خطر. ولكن الحمد لله دابا الأمور ماشية مزيان دابا. ونص الشهر الكريم شنقول لك، هذا مزيان، هذا الحجر اللي دايرو مع 8 ديال الليل مزيان. انا كيظهر لي لان الواحد يمكن يتكلف بالدين ديالو بعائلته بصحته ويجلس يشوف النقصه والزايده في دارو، هذه مهمه بزاف. والا خرج غيخرج غير اذا كان شي حاجه واجبه صحيه ولا شي حاجه، ما هي حقيقه مزيانه. غير هي حقيقه كيتضرر منها واحد العدد ديال الناس، لان عندهم البيع والشراء في الليل كثر بحال هذا الشيء ديال المقاهي وهذا الشيء احنا عارفينه. ولكن هذا الشيء ولات وطني، خصنا نصبروا، كنا نصبروا باش هذه الجائحه تفوت. وان شاء الله غير يكون ثلثين من ديال الشعب المغربي يكون دازوا الفاكسين، صافي غادي كنا نطلقوا الامور ان شاء الله الى كيف كانت مقبل ان شاء الله. اخي لكن كنتمنى زعما واحد رمضان كريم للناس اللي كيستمعوا لي، والواحد يحضر راسو في الماكله وفي السكريات ويقلل وما يحطش بزاف في الوجبه في الافنين، يكون في داك مائده الاكل ما يكثرش، لان العين كتغز وكتقول كتحاول. واحد الواحد كيشبع كيبقى ياكل، اللهم يحط الكميات اللي ملائمه مع الانسان، ماشي مع داك الشيء الكثره، ماشي ما غاديش تساعده. والناس شحال من واحد كيحاول يحارب نفسه، ولكن الله غالب مع الجوع وداك الشيء كينسى راسو وكيبداو المشاكل في السكريات وما يليها. ولهذا خص المواطن يحاول يعمل واحد مجهود في الكيفيه باش كياكل وكيصوب المائده ديالو، وما ينساش الحركه الرسميه اليوميه، هي نص ساعه يا ساعه ديال المشي ديال اللي كيدير اللي كان، ولا حركه اخرى اللي كان موالف عليها. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.